للحديث أكثر عن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق وتداعيات قصف الميليشيات الموالية لإيران للسفارة الأمريكية ببغداد وللحديث عن رد أمريكي محتمل، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير العسكري اللواء هاشم السمرائي. سيادة اللواء مرحبا بك. لا زالت تداعيات قصف الميليشيات السفارة الأمريكية بالأمس مستمرة، فصحيفة نيويورك تايمز أكدت أن البنتاغون وجه بتحضير حملة عسكرية ضد الميليشيات في العراق. إلى أي مدى تعتقد أن الظروف مواتية للقوات الأمريكية للرد على الميليشيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة الرافدين، القناة الوطنية التي تعبر عن حقيقة كل الوطنيين المخلصين في العراق. أهلا بك. واقع الحال نتحدث عنه أنه العراق يعيش أزمات ثلاثة الآن، هي أزمة سياسية وعدم إمكانهم من تعيين أو عدم إمكانهم من اختيار رئيس وزراء منذ أن قدم استقالته عادل عبد المهدي، وهناك أزمة صحية الآن قاتلة في العراق، وربما تكون هذه الأزمة يعني غير مسبوقة في الدول العربية، وهناك أزمة اقتصادية الآن ظهرت على السطح وهو انخفاض سعر البترول في العالم. لذلك هذه الأزمات ستكون لها تأثيرات مباشرة على الوضع العام السياسي في العراق. نحن نرى كمراقبين يعني، وأنا من ضمن هؤلاء، أن الظروف جميع الظروف اللي موجودة الآن تسمح لأمريكا أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في العراق لتغيير هذا النهج. التصريحات الأمريكية أو حتى الفعل الأمريكي، لأنه ليس هناك ما يؤكد أن التصريحات الأمريكية دائما تكون على يعني بالاتجاه السليم، ولكن هناك فعل أمريكي منذ بداية هذا العام وهو مقتل المهندس ومقتل سليماني، دليل أكيد على أن الأمريكان جادين في عملية وجود أو في عملية تغيير، ربما ستكون هذا التغيير ربما سيكون شامل لكل الطبقة السياسية اللي موجودة في العراق. ماذا تقصد بشامل؟ يعني كيف يمكن، ما طبيعة هذا الرد، يعني ما طبيعة نتائج الرد المتوقعة؟ بالتأكيد الآن يعني هناك حتى تحالف جديد بين، وليس تحالف وإنما تفاهم جديد بين الأمريكان والبريطانيين حول وجوب تغيير هذه الطبقة السياسية التي مرتبطة مع إيران. أنا أقصد هذا هو البيت، هذه الطبقة المرتبطة ولائيا مع إيران وتنفذ الأجندات الإيرانية يجب أن تكون هذه خارج العملية السياسية أصلا، لأنها هي المؤثرة على كل سير العملية السياسية. الآن الأحزاب المرتبطة بإيران وميليشياتها هي الفاعلة على الساحة العراقية، ولذلك لا يمكن إيجاد أي بديل للأزمة السياسية في العراق بوجود هذه الميليشيات وبوجود هذه الطبقة السياسية المرتبطة بإيران. في المقابل الميليشيات تقول أنها أجبرت القوات الأمريكية على الانسحاب من قواعدها، يعني من وجهة نظرك يعني ما مصير الاتفاقية الأمنية الموقعة بين شركاء العملية السياسية التي تتفضل حضرتك وتقول أن هذه العملية ربما مصيرها إلى الزوال، أو هذه الطبقة السياسية، يعني كيف تنظر إلى الاتفاقية الأمنية بينها وبين الولايات المتحدة؟ حتى نكون واضحين إعلاميا، نعم يجب يعني الميليشيات تتحدث عن هذا، أنه هي التي قامت أو أجبرت أو كانت يعني مساهمة في إخراج أو مغادرة بعض القوات الأمريكية للمنطقة، هذه من الناحية الإعلامية يعني. ولكن أنا أقول لك وبكل صراحة، الأمريكان لن يغادروا العراق، والأمريكان متواجدين في العراق، والأمريكان لديهم الاستعداد أن يدخلون حرب طويلة الأمد في العراق، ولن يغادروا العراق، لأنه الأمريكان دفعوا آلاف من القتلى ودفعوا مليارات الدولارات، والآن هو العراق هو محور
وجودهم في المنطقة، ولذلك ما يتحدثون بعض الميليشيات عن أنه جبروا القوات الأمريكية، هذا شيء من الخيال. أنا أعتقد أن الاتفاقية الأمريكية هي لا زالت مستمرة، وحتى بعض الوجود للأمريكان بسبب يعني وجودهم بسبب التدريب أو بسبب الاستشارة أو بسبب كذا، هم لا زال قسم من عندهم متواجد، وأكبر قاعدتين موجودة هي في عين الأسد هي قاعدة القادسية وكذلك قاعدة حرير في أربيل. إذن التواجد الأمريكي هو موجود، والتواجد الأمريكي حتى نكون أوضح أنه الكل يعلم أن هناك سيادة جوية على السماء العراقية. أيضا هناك معلومات تفيد أن القوات الأمريكية تنسحب بالفعل من قواعدها، والبنتاغون يبرر هذه التحركات أنها تأتي ضمن خطة إعادة انتشار قواتها في العراق مثلما تحدثتم سيادة اللواء. يعني بعد فهم هذه التحركات الأمريكية وتبرير البنتاغون، يعني نعود إلى الرد الأمريكي على الميليشيات في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم، إلى أي مدى ترى أن العقوبات الأمريكية أنجع برأيك في الوقت الراهن في ظل حديث عن عقوبات جديدة تفرض أو سوف تفرض أو فرضت على شركات تمول الميليشيات في العراق؟ مهما تكون العقوبات، مهما فالوقت يعني طويل. موضوع العقوبات الاقتصادية على الميليشيات وعلى قادة الميليشيات وعلى بعض السياسيين وعلى الممولين، هذه تحتاج إلى وقت طويل. أنا أعتقد أن الضربات القاسمة التي ستكون أعتقد خلال الأسابيع القادمة، ربما تكون أيام أو أسابيع قادمة، على الميليشيات بعد تهديدها المستمر للقوات الأمريكية اللي كانت متواجدة وقصفها المستمر على السفارة الأمريكية، الأمريكان بس بشكل يعني واضح هم ينتظرون الفرصة المناسبة. الأمريكان رد فعلهم ما يكون بشكل سريع، ولكن ينتظرون الفرصة المناسبة لغرض الإجهاض على الميليشيات. وهناك لا تنسى يعني احنا اذا اجينا نلاحظ بشكلها العام، حتى الميليشيات الان اللي موجودة في العراق بدأت تغيرت من استراتيجيتها، وربما غيرت من مواقعها، وربما غيرت من قياداتها، او اخذت مواقع اخرى بديلة. هذا الموضوع هناك يعني فعل وهناك رد فعل، هناك تحسب من قبل الميليشيات لتغيير مواقعها، وان كنا شفنا عبر وسائل الاعلام انه تم تاسيس مجموعه معينه لغرض الرد على القوات الامريكيه في مناطق معينه، ولم تظهر لحد الان في بعض الاحيان يعني ما ظهر كان والامريكا او العفو الميليشيات تعلن انه هذه الميليشيا حزب الله وميليشيا الحصائب وميليشيا كذا قامت بالقصف. الان حتى هذا الإعلان يعني ذهب أدراج الرياح، ولم تعلن أي ميليشيا بالوقت الحاضر عن مسؤوليتها لقصف قاعدة عين الأسد أو قاعدة التاجي أو قاعدة أي قاعدة أو أي مكان معين. ولذلك كل يعني الخيارات للأمريكان هي متاحة، وأعتقد أنه قادم الأيام هو سيثبت أن هذه الميليشيات مهما تكون قدرتها وقوتها، أنا أعتقد أنها ستكون ضعيفة باتجاه الضربات الأمريكية. من عمان الخبير العسكري اللواء هاشم السمرائي، نشكرك شكرا جزيلا.